أصدقائنا الأعزاء، وصلنا بعد جولتنا اللي بدأت من زاكاتور وجزه، واتجهنا إلى بحيرة سيفان ودخلنا ديليجان، والآن نحن في بارز ليج، بحيرة بارز في ديليجان. ما أريد أتكلم لكم عن المنطقة، فقط سنصور المنطقة وأنتوا قرروا مستوى جمال الطبيعة. عموما جولاتنا الى بارزليتش يكون يوم خاص، يكون افضل، يفضل ان من داخل مع اي منطقة اخرى. هنا طبعا نشوف هذا الحبال، هو الزيب لاين، راح نتقدم بالامام ونصورها. اللاعب يتعلق من الحبل ويعبر البحيرة يوصل للنهاية، ومن الطرف الآخر يرجع إلى هذا المكان. هسه لو ننتبه أحد الأشخاص، والله شخصين متعلقين معا وجو وصلونا. شوف طفل، هذه نهاية الخط هنا وينزل. هسه لو ننتبه عبر البحيرة، شوف اجانا شخص اخر عبر البحيرة، اكو نشوف مظلة مجموعة اشخاص جالسين هناك. هذا ممكن تعبر هناك تقعد وتوصي على وجبة الطعام، وجبة الطعام يتم نقله من هذا الطرف عبر البحيرة الى هذاك الطرف بواسطة قارب. عموما ارمينيا او منطقة ديليجان يوصفوها بانها جنة الارض. هنا موجود ايضا مطعم صغير، يمكن ان تقضي يومك في هذا المكان الجميل بين الغابات وبين هذه البحيرة الصغيرة. تأجر لك قارب، تصعد تلعب لعبة الزيبلاين. شوف كلهم الشباب هنا، اعتقد سعره 5000 دراما يعادل 10 دولارات، 10 دولار تدفع تستخدم الزيبلاين. هذه طبعا البدايه مالت هنا في هاي المنطقه. وائل حداد حبيبي، كيفك عزيزي؟ الله يبارك فيك. شو رايك بالمنطقه؟ رائعه، جنه ما شاء الله. الاخ وائل طبعا من الجنسيه الاردنيه، جانا زياره الارمينيا اول مره، وهاوي او محترف تصوير. هاوي هاوي هاوي، كم صوره صورت؟ يعني ما يقارب 8000 صورة. ما شاء الله 8000 صورة. وش تنصح أصدقائنا ومتابعينا اللي مصورين هم؟ رحلة جميلة، أرمينيا فعلا بلد جميلة جدا، يستحق أن يجوها المصورين هواة التصوير. طبعا لازم، عن جد يعني بدون مجاملة، لازم يجوها. بس ما يجوا على اي حدا، اذا ما كان معك ما ينفع. مع ارارات للسياحه الله يخليك. خدمه رائعه ما شاء الله، يعني على التليفون ما تقصر ما شاء الله. حبيبي عليك. حبيبي تستلم، المهم انتم مرتاحين. مبسوطين صحيح، احنا والاولاد مبسوطين وفرحانين، وعائلتي سعيده جدا ان شاء الله. دومكم سعيده. الله يخليك. ارمينيا طبعا يوصفوها بجنه الارض، والسبب هي هذه المنطقه، منطقه ديليجان، منطقه جميله جدا.
شوفوها يعني مو مال واحد يوصفها. اجانا اخر معلق بالزيبلاين، تحبون تستخدمون الزيبلاين؟ لا. اذا لكم وحش يعني؟ طبعا الطبيعه اجمل جدا من من ما يبدو في الصور والفيديوز. طبعا يعني الكل نفس الكلام، صحيح فعلا فعلا. شو ما تصور ما تقدر تدخل الجمال في ولا الكاميرا. حاول تحاول يعني يمكن تحصل 60% بس. يا الله خير، نتمنى لكم اقامه الله سعيده. الله يبارك فيك، شكرا حبيبي. ميت اهلا وسهلا. يلا ارمي لها ارمي لها. هذه الكابينات ممكن تأجرها، تدفع مبلغ 10,000 أو 15,000 درهم، وهذا المنقل موجود، يكون تجيب الحطب معك والأكل، وهنا تسوي الباربيكيو. أيوة أيوة. إحنا هنا جولاتنا يوم خاص نجي من الصبح على مود الباربيكيو، جولات الشواء. هسه راح نتقرب إلى أحد المناقل ونشوفهم شو يسوون. هذا أحد المناقل. سجلت إنه كان هنا الإخوان يقولوا تقدر تصورنا. هم مي بافتي هو قال صورنا وختل. هذا تأجر الكابينة وتأجر المنقل، ويكون تجيب الشياش معك واللحم والبطاطس، وتقضي لك يوم في هذا المكان الجميل. شوف كلها عبارة عن مناقل، كل هذا في ديليجان في بارزليتش. الكابينات وكلها عوائل وكلهم فرحانين. نيرك ها فارس دواي دواي. اوكي ميرسي. انتم تتجولون مع كاميرا أرارات للسياحة. I'm gonna try to make something like something that can come. نود أن نعلمكم، إن لم تتصل مسبقا مع أرارات للسياحة يؤسفنا أن نقول لكم بأننا لا نستطيع أن نرافقكم إلى أي مكان. يجب أن يكون اتصالكم مسبقا، ونتفق على البرنامج وعلى يوم القدوم والمغادرة لكي نتمكن من التجول معكم وصحابكم إلى الأماكن التي لن يصطحبكم أحد غيرنا، وبدون غرور وبدون مبالغة. هذه نقطة البداية للزيبلاين، يصعدون منها. شوفوا ويتعلق من الحبل ويستمر يعبر النهر البحيرة. هنا طرف الناي قال لي ثاني. نشوف المي لونه اخضر، هذا ما يدل على انه المي وسخ. تشوفوه محاط بالاشجار من اربع اتجاهات، بالاضافه الى الطحالب الموجود او النباتات المائيه الموجوده بها لون اخضر، هو يعطينا هذا اللون. هسه جبنا قدح، شوفوا مي نظيف مو مهد كارمتوش استكارم. عشان نرمي بهاي الحجرة، شوفوا إذا وصخ يبين يبين الحجر. هواي يقولون مي بحيرة بارز وصخ وبيعفونا، لا عفونا بي ولا سيان بي ولا أي شيء، مي نظيف.
لكن اللون الطبيعة هي اللي تعكس لنا اللون الأخضر.